الناس الحلوة. أهلا بك دكتور أيمن. أهلا بك يا هلا، أهلا بكم في الناس الحلوة. والله بأمانة أنا من أكثر الحاجات اللي استفدت فيها في البرنامج ده إن هلا معايا. ربنا يخليك يا دكتور. لأن هلا بسألها أسئلة وبسمع إجابات، بحكم إن هلا أولا يانج ايج، جيل جديد خالص، مستوى معين، عايشة في وسطي، أصحابها كتير كتير كتير، ما اعرفش علاقتهم بيها دلوقتي عامله ازاي، بس اكيد اتأثرت. انا عارف، لكن انا كان سؤالي اللي انا سالته لهلا قبل ما ندخل الحلقه فوجئت بالاجابه. كان السؤال مش هخبي عليكم كالاتي، سالت هلا هو انتوا في الاوساط بتاعتكم، الاوساط بتاعتكم اللي هي اوساط ايه؟ اوساط بقى الاطباء هايتس، مش عارف ايه، الربوة، الحاجات دي، يعني بتصدقوا في العفاريت والجن؟ واحده ممكن يكون مش بتخلف فتروح لدجال مسمينه شيخ يعني للاسف، وتقول له انا معمول لي عمل ان انا ما اخلفش من الراجل دوت الا بعد 17 سنه والعمل مدفون مع سحليه جوه بيت السحليه. فكانت اجابه صادمه. كانت الاجابه ان لكل يعني مستوى اجتماعي لناس معين بينصبوا عليه بطريقه غير مباشره، يعني الناس اللي مستواهم الاجتماعي في مستوى عالي قوي بيجي لهم الشيخ اللي هو بيتكلم انجلش ومثقف وشارك يعني كل، عارف مازون شرم الشيخ هي نفس الفكره. شرم الشيخ يعني هي نفس الفكره، اللي هو بقى انت عارفين النصاب اللي هو مش بقى داخل، لا ده داخل بساعه رولكس احدث موديل وجاكيت مش عارف ازاي سينيه، وداخل بعربيه شياكه جدا، والمكان بتاعه مكان شيك، واضاءات معينه مش بخور بقى، اضاءات ليزر. وللاسف انا في رايي انه كل العقليات سواء كانت أغنية او متوسط الحال او الناس الطبقه الرقيقه البسيطه كلهم في ذهنهم ما زال اعتقاد جازم بالماورائيات، ومش في مصر بس، ده في العالم كله على فكره، ومن الصعب ان احنا نشيلها بين يوم وليله، وهناخد وقت وهناخد مجهود كبير، بس ده له اسباب كتيره جدا. يعني نقدر نقول اللي ورا ده او اللي قام بدور رهيب في الموضوع ده الاعلام. ما انا ما افتحش قنوات النهارده كل شويه افتح قناه فلاقي هنا راجل دجال ومش عاوز، بيقول لك لا ده انا ممكن اظبط لك الجن اللي عامل لك الحكم، اصل الجن بيبقى داخل على قلبيب فلوب لففها داخل عليها برامها. انا بقى افك لك البرمه دي، والله سمعتها. وفي قناه ثانيه قلب كده لقى قناه ثانيه، دي بقى الحاجات اللي هي الخزعبليه اللي هي بقى ايه مفسري الاحلام. كنت اعتقدت ان احنا خلصنا من مفسرين الاحلام بكلامهم العبيط دوت، بالكلام اللي يعني الجهل يقول له يستحي منه، يعني الجهلاء يستحوا منهم والله، ويقول لك بقى اصل ده علم، في تفسير الاحلام ده علم جدا. وتلاقي بقى واحده اتصلت، والله كان زمان واحده تتصل تقول له ايه، انا حلمت ان انا باكل مكرونه بالبشاميل، فيرد عليها يقول لها مكرونه بالبشاميل هتخلفي ولدين، مكرونه وبشاميل. يعني عندهم الردود جاهزه. انا بتكلم طبعا كلام يعني إيه، انا مش هحفظ الاحلام اللي بتتقال لهم، انا بديكم يعني نموذج. ما هو حوار ملوش معنى، اللي هو انا كنت قاعده على كرسي وقمت مره واحده والمصباح وقع، ايه يعني ايه في الحال ده معناه ايه؟ فتلاقي طبعا وقع كده، الكرسي هو حالك والمصباح هو اللي منور لك طريقك، وكون انه وقع يا بنتي انت هتشوف ايام صعبه وهتروحي الدكاتره وتتبهدلي، تعالي لي انا اخد فلوسك احسن. هنا انا بقول انه على المصريين انهم يراجعوا نفسهم، لان المنطقه دي منطقه خطيره جدا، هؤلاء المشعوذين ومفسري الاحلام من المشعوذين والمتنبئين من المشعوذين، ينبغي ان نتوقف عندهم كثيرا وان نردهم عن الظهور على الاعلام. وانا اعتقد انه على الدوله ان تعاقب، او بمعنى اصح ان تراقب ظهور هؤلاء، لانه اكيد وراء مخطط اكبر مما تتخيلون، ولا تعتقدوا انني عندي حس المؤامره عالي، لان انا اللي بقول لكم ده هيثبته الزمن وهتعرفوه. واقروا التاريخ، اقروا التاريخ والمكتوب في الكتب عن كيفيه تدمير عقول بلد، هتلاقوا من ضمن ابجديات تدمير عقول هذه البلد هي ان انا انشر فكر الشعوذه وفكر الخزعبلات في عقول هؤلاء الناس، فيبدأ المتدينين يتأففوا من هذا الفكر، ويبدأ المثقفين ينفروا من انتشار هذا الفكر، ويبدأ العلماء
يبتعدوا عن المجتمع ويعتقد انه مجتمع متخلف او رجعي، ويبدا تفكك يحصل في المجتمع، وديت بذرته. فكروا في كلامي كويس واللي في دماغكم كويس، ولو ما حصلناش حاجه لغايه بكره بالعفريت يبقى نكمل كلامنا بكره، بس نشوف الناس بتقول ايه.